السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على فوائد البيم للاستدامة. طب ايه هو البيم وايه هو الاستدامة؟ البيم بشكل مختصر ان انا اعمل نموذج لكل المعلومات اللي موجودة في المبنى، بحيث ان كل المشاركين في عملية البناء يقدروا يوصلوا للمعلومة ديت اثناء التصميم والتنفيذ والتشغيل والهدم. الاستدامة ان احنا نلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي من غير ما المس او من غير ما اثر على احتياجات الاجيال اللي جاية. ففي علاقة بين البيم والاستدامة، إن البيم بيحقق ويوثق أو أداة لمدى إمكانية تطبيق الاستدامة، بيقدم عدد كبير جدا من الفوائد اللي ممكن تساعد على تحسين تصميم المباني والتشييد، ده من خلال نموذج غني بالمعلومات. ممكن نستخدم النماذج ديت في إن احنا نعمل تسلسل بناء من خلال، وممكن نعمل تصنيع رقمي، ممكن نعمل إدارة للمرافق. الحاجة الأساسية في البيم إن احنا نقدر نوثق جميع معلومات البناء والتصميم من كل التخصصات في نموذج مركزي واحد، فعشان كده نقدر نكتشف المشاكل بسهولة وبسرعة، ونقدر نعمل دمج لكل المعلومات في إدارة للمبنى بعد ما اتنشأ، ونقدر نعمل نشوف ازاي نقدر نقلل استهلاك الكربون من خلال توفير معلومات محسنة. يعني حتى مثلا في الليد بيقول لك لو قدرت تقدم لي ورق يثبت ان الموضوع دوت لما عملنا محاكاة وفر لي كذا او عمل لي كذا، قدرت تعمل من خلال النموذج ده يبقى 100 100. طب ما قدرتش، خلاص يبقى مش هاخد الوثيقة غير بعد سنة او سنتين لما تقدم لي الورق وتثبت لي في الورق دوت ان فعلا فواتير الكهرباء بقت قليلة واستخدام الكهرباء قليلة، وهم طبعا هيلاحظوا ان فواتير الكهرباء عالية جامد في الاسعار وكده. طيب، يبقى من خلال التصميم الجيد والبيم هنقدر نعمل محافظة على المياه، نقدر نستخدم الطاقة كويس، نقدر نختار موقع كويس للبناء، نقدر نهتم بتقييم دورة الحياة للموارد، نقدر نوفر جودة بيئية داخلية كويسة. فده هيخلي ان انت المبنى بتاعك بقى متوفر فيه كل عوامل الاستدامة، تمام. وتقدر يعني في برامج كتير جدا هنذكرهم، بس يعني انا مفضل ديزاين بيلدر، في الانرجي بلس، في الاوكوتكت، في الفازيري، في الاي اي اس، في التراس، في الكود ديزاينر. برامج كتير جدا بتقدر تتكامل مع برامج البيم، سواء مثلا الاركيكاد، سواء بتكلا، سواء بتستخدم ريفت، اي برامج ديت مش متاكد معلومه تكلا يعني للامانه. المباني بتساهم ب 40% من انبعاثات الكربون، فالدول دلوقتي بتحاول انها تخفض النسبه ديت بحيث ان يبقى جو افضل، تبقى انت عايش في حياه افضل، تخفض انبعاثات الغازات الاحتباس الحراري، تخفض الأضرار اللي بتحصل من خلال المباني، لأن هي بتأثر بنسبة كبيرة جدا على الحياة. فالبيم بيقدر يحقق لي الآلية أقدر أتحكم فيها، وأقدر أقيس موضوع إن المبنى ده هيعمل لي مشاكل بيئية ولا نقدر نحلها، طب إيه اللي ممكن أقدر أغير فيه. في برنامج انا نسيت اسمه انسي 360، ده برنامج كويس جدا. وفي الجرين بيلدينج ستوديو، البرامج برضو اللي بتعمل تحليل حراري وتقدير لكمية التكلفة الإجمالية ورفع كفاءة المبنى. والحمد لله البرامج بتاعت البيم والبرامج المحاكاة في لغة بينهم مشتركة، في ملف كده بتقدر تاخد المعلومات من هنا توديها هنا أو العكس، فده بيخلي فيه إمكانية كبيرة جدا لأن أنا أقدر أكمل شغل هناك. يعني ساعات اللي كان بتحصل إيه زمان، إن أنا كنت بعمل شغل على الكاد وبعد كده أكرر الشغل دوت في برامج المحاكاة. يعني عايز أعمل محاكاة عشان أتأكد إن حقق الاستدامة ولا لأ، بعمل موديل تاني خاص بدوت، ما اقدرش اخد الموديل ده ارجعه تاني للكاد او ارجعه للبيم دلوقتي، لا بقى المعلومات الموديل اللي عملته هنا مش هتروح تكرره هناك، هتاخد الموديل ده تبدا تشتغل به هناك، تمام. كان في واحد صاحب كان بياخد لوحه كاد من المعماري ويبدا يشتغل عليها، فلما بدات اعمل له الموضوع بالبيم بوفر عليه وقت كتير جدا وبقى مبسوط جدا، لان كان اغلب الشغل بيضيع في ان هو يعمل موديل، وكان الاستدامه ده مجرد بيدوس زرار، فهو وفرت له كل حاجه، بقى هو يدوس بس الزرار ويشوف المعلومات اللي هتيجي. ف
فتعال نشوف المزايا بقى اللي موجودة في مجال الاستدامة. عندك مثلا تحليل الطاقة، بنقدر نحلل الطاقة خلال مراحل عملية التصميم وتقييم مختلف الخيارات عشان نقدر نوفر الطاقة. فبيحلل المبنى، فيقدر المصمم يفهم توقعات تكلفة الطاقة اللي هتوفر وهتساعد بالقرارات المالية والتصميمية. بيقدر يعمل تحليل لبيانات الطقس بحيث ان انا اقدر اخد حساب بتاعت المناخ التاريخية الفترة اللي فاتت وانا بنشئ نموذج الطاقة. نقدر نعمل مقارنة للمشروع مع المباني ذات الكفاءة الموفرة للطاقة، ونقدر نشوف تقدير للنقاط الاستدامة، هنقدر ناخد كام نقطة. نقدر نقدم بيانات قيمة عن انبعاثات الكربون من الممارسات الفعالة، وتوقع استخدام المياه وتكاليفها وأداة التكييف والتهوية. ممكن نساعد المصممين والمتعاقدين على الإمثال لقوانين الطاقة عشان يلبي متطلبات الأكواد الخضراء. تاني حاجة، ممكن يحسن إدارة المرافق، يعني من خلال المدير المنشأة بيقدر يحسن بعد ما نسلم للمالك أثناء ما هو بيشغل المبنى فاسيلتي مانجمنت، يقدر يستخدم الموديل دوت في إن هو يصلح أي مشاكل تحصل. تالت حاجة، اختيار إدارة الموارد، يعني من الحاجات القوية جدا في موضوع الاستدامة موضوع الموارد، المواد أو الموارد نقدر نستخدمها، لأن تعتبر تكلفة كبيرة جدا من تكلفة البناء، فنقدر نتأكد إنها متناسقة وإن هي استخدامنا استخدام صحيح. نقدر نقيم دورة الحياة، ونقدر نوفر المعلومات وتحليل المواد اللي هتسهل علينا نتخذ القرار الأمثل لموضوع الاستدامة. رابع حاجة، بنقلل النفايات وعدم الكفاءة، فبنقدر نشوف من خلال إن كل المعلومات متوفرة في العناصر إن إحنا إزاي نقدر نقلل النفايات ونقدر نقلل ممارسات البناء غير الفعالة. لو في أي مشاكل أو عدم توفر المعلومات، ده هيؤدي لسوء تنفيذ وهيؤدي لهدر للطاقة والموارد. خامس حاجة، تحسين التصميم، من خلال أدوات البيم نقدر نعمل أكتر من تصميم، ونقدر نعمل سيموليشن عليهم، ونقدر نشوف إيه أحسن حاجة هتوفر معانا، زي مثلا توجيه المبنى للاتجاه الأمثل. مجرد إن تلف المبنى ده ممكن يوفر لك طاقة كتير. البناء الكتل، استخدام الطاقة، الضوء بتاع النهار نقدر نستخدمه ازاي، الصوت، يعني ضوء النهار مثلا مش عايز استخدم كهرباء كتير ان انا انور مكان بالنهار، انا بستخدم ضوء الشمس. فنقدر نعمل محاكاة لأكتر من حاجة لحد ما نشوف أبسط حاجة وأسهل حاجة عشان نقدر نتحكم في الضوء بتاع النهار. نقدر لو في أي حد عايز يجدد المبنى، نقدر من خلال إن في معلومات متوفرة قوية وشاملة لكل حاجة في المبنى، نقدر نحدد إزاي نقدر نعمل تجديد للمبنى بسهولة من غير هدر للموارد ومن غير ما يبقى في مشاكل. ده نظرة سريعة على الاستدامة، طبعا فوائد كتيرة بس دي نبذة سريعة كده.